السلام عليكم. إن شاء الله في المحاضرة دي نتكلم عن الهايبر أرت انترا كرينيال ستيريوتاكتيك ريديوسر بتريتمنت بلاننج. معكم الدكتور محمد علي مرسي في الزاوية الطبية علاج إشهام المصري أم الدنيا. ككونسبت، إيه الفرق بين الهايبر ستيريوتاكتيك تريتمنت تكنيك عن المونو أيزو سنتر برين اللي هو الفيمات اللي احنا كنا شرحناها من محاضرتين كده اتكلمنا عنها؟ فاحنا في المحاضرة دي هتكلم عن الكونسبت الهايبر ارك والمميزات بتاعته والبنفيتس بتاعته والتطبيق بتاعه من اول بقى الكونتورنج وايه الريكويرمنت عشان تطبق التكنيك ده لغاية البلاننج والاوبتمايزيشن لغاية التريتمنت ايه ديليفري. وبالمناسبة هو لايسنس، يعني هو لو انت عندك جهاز تروبيم او ايدج وممكن ما يكونش عندك الاوبشن ده لان لايسنس بتدفع لها فلوس، يعني فمش شرط ان انت لو عندك تروبيم او اتش يكون عندك الاوبشن ده، بس الناس اللي عندها الاوبشن ده ازاي تقدر تستخدمه. تمام، ايه هو الهايبر ارك؟ قال لك الهايبر ارك ستيريوتاكتيك تريتمنت تكنيك از ام ال سي بيزد تكنيك، يعني بيعتمد على الام ال سي. طبعا احنا عارفين يعني الام ال سي عندنا لو في التروبيم عندنا المليونيوم 180 وعندنا الاتش دي، وفي الغالب هو بيتكلم على الاتش دي اللي هو الهاي ديفينيشن اي ام ال سي. وطبعا انت عشان برضو تستخدم تكنيك في الاس ار اس او حتى الاس بي ار تي فانت لازم يكون عندك هاي دوز ريت، وبالتالي في الغالب هيكون عندك تريبل اف سواء بقى للستة او العشرة او الخمستاشر. تمام، فده الاساسيات اللي ممكن تحتاجها عشان يبقى عندك الستيريوتاكت تريتمنت تكنيك ام ال سي ايه بيست تكنيك. هو قال لك يوزد فور الانتراكرينيال اس ار اس تريتمنت. الانتراكرينيال اللي هو المقصود بالبرين. تمام، اس ار اس تريتمنت. ان شاء الله نعمل محاضره كده عن الاس ار اس ككونسبت انترودكشن بسيطه كده، ممكن نشرح فيها ايه الاس ار اس وانواعه وانواع الاجهزه اللي تقدر تستخدم فيها برضه عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. قال لك هو بيزد اون فيكسد جانتري سيت اب. قال لك الجانتري بتكون ثابته حوالين المريض، تمام، بتلف حوالين المريض 360 درجة. ذات بروفايد هاي بلان كواليتي فور سنجل ايزو سنتر كرينيال ريديوسيرجي. هو في الاول في الاخر هو سنجل ايزو سنتر كرينيال ريديوسيرجي، بس اللي هيكون فرق بينه بقى الحاجات اللي جاية دي او البنفيتس. باختصار كده هو كل حاجة اوتوماتيك، يعني التدخل العامل البشري كيوزر كميديكال فيزيست بيكون في نطاق محدود، مجرد بس انك انت بتنزل البروتوكول نفسه نيكست نيكست نيكست. تمام، بعد ذلك هو بقى كله نازل تمبلت، فبالتالي هو يعني بيحسن الجودة بتاعة البلان وعامل لايبراري كمان في الـ في الـ فيه. فبالتالي لما تيجي تطلع دي في اتش او ديس ديستريبيوشن تبتدي يقارن باللي معمول قبل كده ويطلع لك النتائج يعني فهو يعتبر حاجة كده ايه ادفانسد قوي يعني. تمام، قال لك السيت اب از بيزد اون فيكسد جيومتري، بقول لك من أربع أرك لثلاثة أوف زيم نان كوبلانر أرك. تمام، إحنا قلنا نان كوبلانر أرك ده لو في زاوية جانتري وزاوية كاوتش. تمام، قال لك يعني كل الأركات اللي بيكون قليلة نفس اللي ما قلنا قبل كده في حالة إن الحالة لسه كومبلكس، يعني عندك ليجن تو ليجن، فأنت بالتالي أرك واحد يمكن أركين كفاية إن هما يقدروا يظبطوا لك الدوز ديستريبيوشن والكفر والدوز هيتروجينيتي ويعمل لك سبيرنج للاورجن ات ريسك كلها. قال لك this setup can be used for multiple targets as well as for single target، يعني ممكن تستخدم التكنيك ده لو عندك multiple lesion او عندك single lesion، ممكن تستخدم اللي هو الهايبر ارك ستيريوتاكتيك تريتمنت ايه تكنيك. قال لك by going non coplanar، قال لك all potential delivery geometric المقصود بيها الكاوتش والجانتري around the patient target volume can be used in order to arrive at optimal dose coverage. قال لك احنا اللانج بلانر اللي هو الاوبشن ده هو مميزاته، قال لك اول حاجه بيخليك توصل للاوبتيمال دوز كفرج، تغطيه كويسه للدوز بتاعتنا للتارجت بتاعنا، وبيزود الكونفيرمتي هايست كونفيرمتي للتارجت برضه، وذا موست اند ذا موست سبيرنج اوف نورمال تيشو، هو يحمي الخلايا او الاعضاء السليمه اللي حوالين ايه الورم. قال لك اللينجت
to this treatment technique the concept of collision prevention. قال لك يعني تربط التكنيك ده بمنع التصادم، سواء بقى avoidance المنع او detection التوقع. تمام، فهو الفكرة بتاعته زي ما قلنا هو كل حاجة اوتوماتيك، فهو ما بتعمل زوايا او تعمل لانكو بلانر، فهو كلها حاططها في الاعتبارات بتاعته. فبالتالي تدخل العامل البشري سواء حتى في التريتمنت، يعني حتى لما الفني او المعالج يشتغل على الحالة هو كله اوتوماتيك. تمام، يعني في النقطة التانية هو بيشرح لك الهايبر ارك enables automated treatment delivery on hyper arc في التريتمنت يونت. يعني قال لك بيكون اللايسنس برضو بتاعتها بتخليها كلها اوتوماتيك في التريتمنت يونت، المقصود بها ايه اللينك بتاعك سواء ترو بيم او اتش which shortens of overall time treatment. بيقول لك بيقلل الـ overall treatment time الزمن بتاع الجلسات as you can irradiate multiple target at the same time without the need to reposition of the patient or enter the treatment room البنكر بتاعنا to manually move the couch between the arc fields. فبالتالي هو بيقلل، قال لك الميزه بتاعته ان هو اوتوماتيك، فبالتالي هيقلل زمن الجلسه. وهي زي مثلا انك انت تخش على المرتمل له ريبوزيشن، او انك انت تحركه مانوال بين كل ارك وارك. تمام، فدي هتبقى ميزه كويسه. هو يقصد بيها انك تخش مانوال عشان انت لو عندك لانكو بلانر فانت عايز تتاكد ان مش هيحصل كوليجن مثلا بين البيشنت والجانتري او الجانتري والكاوتش، مع ان ممكن يكون هو عامل الليزر جارد يعني، بس هو نوع من اعتبارات الهاي سيفتي يعني. فبالتالي هو بيقول لك كل حاجه اوتوماتيك ومحسوبه يعني، فبالتالي هو هيقلل الزمن ده. قال لك مميزاته او البنفيتس بتاعته، قال لك الاوتوميشن والافيشنسي الدقه وكل حاجه اوتوماتيك. قال لك achieved by making treatment planning as automated as possible with limited user input زي ما قلنا. يعني هو كل حاجة تكون اوتوماتيك زي ما قلنا، الدور بس الفيزيائي اللي هو موجود على السكرين كده بتاعة الكمبيوتر، هو قاعد عمال يعمل نيكست، ينزل البلان ويعمل نيكست نيكست. فقال لك limited user input، يعني هو مجرد انك هتدخل مثلا دوس بريسكريبشن تشوف الاوبتمايزيشن وهكذا يعني. placement of ISO center is automated as treatment delivery. قال لك حتى الايزو سنتر هو بيحطه اوتوماتيك اوتوميتد از تريتمنت ايه ديليفري. قال لك الكلينيكال بنفيتس ذا جول از تو ديليفر ذا دوز تو تارجت، يعني الهدف من منه ان هو يوصل دوز تو تارجت فوليوم از كونفورمال اند كومباكت از بوسيبل. تمام، قال لك الدوز تو برين تيشو اند اذر اورجان ات ريسك ار ريديوسد اند دوز تو تارجت فوليوم ويل بي هاير، يعني هيزود الدوز للتارجت فوليوم بتاعنا تبقى كبيرة، وبالتالي الدوز للبرين تيشو للخلايا التيشو بتاعت البرين نفسها والأذر أورجان هيحصل لها إيه؟ reduced. This will be achieved by improving the optimization process for VMAT plan. هو في الأول وفي الآخر هو VMAT plan arc rapid arc plan، بس في شوية features مخلياها مش تبقى اللي هو ال conventional rapid arc أو conventional brain VMAT treatment. تمام، قال لك السيفتي زي ما قلنا، قال لك الجول تو ديليفر اس ار اس بلان يوزك وان بوش بوتن، يعني بتستخدم زرار واحد في التريتمنت يونت ان سيف مانر. تمام، ذا تريتمنت بلانك بروسيس ويل ايم تو كرييت بلان في التريتمنت بروسيس. قال لك كرييت بلان ذات ار كوليشن فري اند ويل الارت ذا يوزر اف ذير ار اس كوليشن بتوين ماشين ماشين، يعني ماشين مثلا الجانتري والكاوتش اور بيشنت ماشين. تمام، قال لك في خلال عمليه التريتمنت بروسيس الهدف الاساسي في الكريت بلان، قال لك ان هي يكون كوليجن فري، يعني التصادم بتاعنا هيكون ايه فري، وهيكون في الارم او هيحصل الارم لليوزر اللي هو الفيزيائي ان في احتماليه في ريسك ان يحصل كوليجن بين الماشين يعني الجانتري والكاوتش في الزوايا اللي احنا قلنا عليها والبيشنت والماشين. قال لك التريتمنت بلاننج بروسيس اوف هايبر ارك بروفايدز ا كوليجن تشيك، بيعمل هو دراي ران زي ما نقول كده كوليجن تشيك اند كابابيلتي تو بيرفورم فيجوال فيرتشوال دراي ران. يعني وانت ما بعد ما تعمل البلان هو بتروح عامل في اوبشن كده تعمل اللي هو الدراي ران، بوريك بقى الاركات بتاعتك اثناء التريتمنت، حركه الكاوتش حركه الجنتري،
فبالتالي انك انت تشوف العمليه التريتمنت بتاعك قبل ما يتنفذ بيكون ميزه، ان هو نوع من انواع ايه السيفتي، وبالتالي تتفادى لو في اي كوليشن محتمل يحصل بين الماشين والماشين والماشين والبيشنت ايه والماشين. قال لك بيعمل حاجه اسمها الكلينيكال كلاس سوليوشن. ايه الكلينيكال كلاس سوليوشن ده؟ قال لك بروفايدنج الكلينيكال كلاس سوليوشن ذات وركس العاملين والكلينكس كان ينفذوا كومبلكس تريتمنت تكنيك ويز كونفيدنس بثقه. The class solution provide high quality plans and high quality and safe treatment delivery. It provides non-coplanar VMAT treatment technique that can treat multiple cranial target with a single isocenter and pre-planned geometry. احنا ممكن نختصر الموضوع ده كله، احنا نقول ال hierarchy technique هو ايزو برضو، هو الفرق بينه وبين ال conventional isocenter brain VMAT الاختلافات اللي احنا بنقول عليها دي. يعني هو كل في الاول وفي الاخر هو رابد ارك بلان او فيمات بلان عادي زي العادي، بس الفرق كله بينه ان هو كل حاجه اوتوماتيك. يعني انت بتيجي تنزل بلان هو مديك يعني تمبلكات تنزلها اوتوماتيك. موضوع بقى الافشنسي والكلينيكال بيرفكت، طبعا الكلينيكال بيرفكت واحده في الجانبين، يعني ممكن تعمل النانكو بلانر تكنيك في الهايبر والعادي واللي هو الكونفنشن العادي. فبالتالي الفكره انك انت هتظبط الكفرش والدوز هوموجينيتي والهيتروجينيتي والاورجن اتريسك تقللها والكلام ده كله، ده سهل ده بين الطرفين. لكن هي الفكره ان كل حاجه في البلان ده كله ايه اوتوماتيك، تمام، اللي هو ويز ليميتد يوزر انبوت. حتى في التريتمنت بتاعنا يعني على الماشين برضو الفان هو زر واحد يضغط عليه ويبتدي يعمل المود اب او ينقل بين الاركات اوتوماتيك، فبالتالي دي حاجه كويسه جدا يعني، تمام. فخلينا كده نشوف البلان بتعمل ازاي والدنيا هتمشي ازاي. يعني قال لك السيت اب اوف اول فور ارك، احنا قلنا ممكن تستخدم اربع تستخدم اربع اركات زي ما قلنا كده، زي ما شرحنا قبل كده. قال لك اول حاجه الفول كوبلانر ارك وسكاوتش روتيشن زيرو. قال لك في هاف نون كوبلانر ارك وسكاوتش 45 ديجري، وفي 1 هاف نانكو بلانر ارك وسكاوتش روتيشن 45، و 1 هاف نانكو بلانر فيرتكس ارك وسكاوتش روتيشن اوف بلس اور ماينس 90 ديجري، تمام. طيب ده السيت اب بتاع الاركات بتاعتك المحتمل الموجود في الهايبر ارك تكنيك، يعني هنشرحها دلوقتي. قال لك بس في جهاز مهم جدا لازم نستخدمه في الهايبر ارك، وده احد متطلبات انك انت تطبق التكنيك ده، ان هو يكون عندك حاجه اسمها الان كامباس كاوتش. الان كامباس كاوتش ده توب كاوتش توب فروم شركه كيو فيكس، ويل بي يوزد از ريكوايرد فيكسيشن ديفايس فور الاس ار اس الانتركرانيال تريتمنت. There are two type of encompass fixation device. واحد خاص بالتروبيم، واحد خاص بالاتش. قال لك الانكومباس اوفرلاي بورت ذات ويل فيكسد ان ذا توب اوف ان اي جي ار تي كاوتش، واحد انسرت ذات ويل بي انسرتد اون الكي فيو كاوتش، تمام. قال لك ذا فيلد اوردر از سيت اوتوماتيك تمام اند كان نوت بي تشينج. يعني قال لك الترتيب بتاع الفيلدات بتاعت الاركات دي بيكون اوتوماتيك، ما تقدرش تغير، يعني تطلع الرقم 3 مكان 1 و2 مكان 4. قال لك ده كله بيكون ايه اوتوماتيك. ذا فيلد اوردر از اوبتمايزد تو مينيمايز ذا تريتمنت تايم. قال لك ترتيب الفيلدات ده بيكون معمول عشان نقلل التريتمنت تايم ويز ان ديفايند اوبريتنج ليميتس. هاو ايفر يو كان ديفايند ذا سيت اب فيلد تو بي ايزر ذا فيرست اور ذا لاست ايه فيلد. ده مقصود بالسيت اب فيلد، هو بينزل لك كمان مع التريتمنت فيلد سيت اب فيلد، فهو بيقول لك هو الاوبشن واحد يمكن تغير فيه الاوردر هو الايه سيت اب فيلد، يمكن تخليه في الاول. لو جينا للهايبر ارك كومبليزيشن هو ده اللي هو الانكومباس كيو فيكس ديفايس. قال لك عندنا زي ما قلنا في نوعين، واحد هو الاوفرلاي اون ذا اي جي ار تي كاوتش توب، والتاني كيو في انسيرت اون كيو في كاوتش توب اللي هو ايه الجهاز الاتش. قال لك الورك فلو اعتقد ذا سيم الورك فلو بتاعت الكونفنشنال. اول حاجه يعني بتهتم بيها السيت اب تصوير في السي تي ونفس الستبس، بس هيكون في بعض الحاجات هنضيفها علشان ده الريكويرمنت عشان تعمل البلان. قال لك الهايبر
الهايبر تريتمنت ريكوايرز ذات البلاننج سيتي ايمج كونتينز سبورت ستراكشر ذات موديل ذا انكومباس فيكسيشن ديفايس يوزد ان تريتمنت. قال لك انت بتصور لازم السبورت ستراكشر اللي هو الانكومباس فيكسيشن ديفايس يوزد ان تريتمنت موجوده في الصور بتاعتك. قال لك السيتي ايمج شود بي انكلود ذا بيشنت شولدر، لازم يكون الشولدر بتاع المريض يكون متصور في السيتي ايمج، اند التوب اوف الانكومباس ديفايس يكون برضو متصوره. قال لك السيتي ايمج شود بي انكلود ذا بيشنت شولدر برضو، and the top of encompass fixation device which will improve the dose calculation. قال لك بيكون مهم ان دي يكون انكلودنج في السيتي ايمج اللي هو البيشنت شولدر والتوب بتاعت الانكومباس فيكسيشن ديفايس، قال لك عشان بيعلي الافشنسي او الدقه بتاعت الدوز ايه كالكوليشن والفيرشوال دراي ايه ران اند الالاينمنت الاون انكامبس موديل اجينست السي تي ايمج. طبعا وبيكون مهم جدا انك انت عشان تصور الانكامبس موديل عشان تقدر تعملها الاين مينت، وهنشوف ازاي بنعمل الاين مينت ليها. قال لك السي تي ايمج سي تي ايمج شود بي هاف ا سمول سلايس ثيكنس ريكومبندد 1.25 ملم اور سمولر. تمام، قال لك السلايس ثيكنس بتاعت لكل الصور بتاعتنا ريكومبندد بتاعتها 1.25 ملم تمام او اقل. It is also common practical to have MR image for accurately contouring targets. طبعا ده العادي انك انت يكون لو عندك صور للرنين او البت تبقى تعمل لها فيوجن علشان تقدر ترسم بشكل ادق التارجتس ايه بتاعتك. قال لك الامبورت تي ايمج اند MR ايمج اند بيرفورم ريجستريشن. قال لك في الكونتورنج انسيرت الانكومباس فيكسيشن موديل اند الاين ات وذ سيتي ايمج موديفاينج ذا بودي كونتور تو اليمينيت ذا انكومباس بيس بليت. تمام، قال لك بروديوسر فور ذيس انكلود فارذر اون كونتورنج اول تارجت اند اورجان ات ريسك اند ميك ذيم هاي ريزولوشن ستراكشر. تمام، تعال نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجه قال لك الانكومباس فيكسيشن ديفايس alignment used in hyperarc planning is added to the patient image as support structure model. قال لك الموديل دي included two encompass support structure and three alignment marker. three alignment marker قال لك بيكون في السنتر والرايت والليفت، ادي واحد ادي اتنين ادي ايه تلاتة، دول التلاتة اللي هما alignment ايه marker. قال لك الانكومبس ستراكشر كان نوت بي اديت، قال لك مش بتقدر تعملها اديت او موديفايد او كوبيد او موفد ان في الاكسترنال بين بلاننج، يعني ده كل الشغل ده بنعمله في الكونتورنج. وانس انك انت اتنقلت للاكسترنال بين بلاننج مش هتقدر تعمل لها موديفيكيشن او تعمل كوبي ليها او موفد او حتى تمسحها. تمام، زي كان بي ديليتد باي جوينج تو الاستراكشر مينيو اوبشن اند سيلكتنج ديليت اول encompass structure. You can also duplicate the structure set with the encompass structure. تمام، قال لك يعني مش هتقدر تمسحها الا من خلال الكونتور، تختارها وتعمل تمسحها. ممكن تعمل duplicate the structure set including الايه encompass ايه structure. تمام، قال لك مهم جدا ان النوعين بتوع encompass fixation device have been aligned correctly بشكل صحيح against الكاوتش توب. الكاوتش توب في اتجاه اللونج، قال لك ليه بقى اتجاه اللونج؟ قال لك لان لو هو ما اتظبطش في اتجاه اللونج، قال لك احتمال يكون الفيلدس المقصود بها الارك بتاعتنا بيكون اوتسايد ذا بيشنت بروتكشن زون في اتجاه اللونج دايركشن، وبالتالي الاوتوميتد ديليفري از بريفنتد. يعني وبالتالي لو هو البيشنت خارج البروتكشن زون في اتجاه اللونج، بالتالي الاوتوماتيك ديليفري ويل بي بريفنتد هتمنع. قال لك نوت ذات زير ار وان موديل ذات ريبريزنتس ذا اوفرلاي اند انسرت ديفايس ذا ديفرنس بتوين ذيم هاو ذا ديفايس ار فيكسيتد اون ذا كاوتش. يعني الاثنين زي بعض بالظبط، اللي هو النوعين بتوع الانكومبس فيكسيشن ديفايس، بس هو الاختلاف بينهم ازاي هم بيحصل لهم فيكسيشن في الكاوتش بتاعت الماشين بتاعتنا. فاحنا لذلك هو بيقول لك في واحده للكاوتش بتاعت التروبيم وواحده للايه للاتش. قال لك الالاينمنت از دان اوتوماتيكلي، الالاينمنت بيحصل اوتوماتيك من خلال السيستم
باستخدام الـ 3 markers on the city image اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو center والرايت والليفت. قال لك ممكن اليوزر اللي هو الفيزيائي مثلا يقدر يظبطهم مانوال، تمام، by using the city image where the encompass fixation device is clearly visible. تمام، قال لك an extra check of alignment، يمكن زيادة في التأكد أو مراجعة الـ alignment can be done based on three marker called the fixation alignment point that are embedded in campus a fixation device. قال لك الماركرز can be seen in the image below. The alignment of campus fixation device in city is بيكون بالمتطلبات السابقة to create hyper، يعني وجود الـ alignment في الـ campus fixation device في city image، قال لك دي متطلبات عشان نعمل create للـ hyper plan في الـ external planning، الـ external beam planning as markers are used as information for، بيكون وظيفتها بقى الماركرز دي قال لك بتدي information للـ position بتاع الـ patient on treatment unit. الـ hyper plan البداية بتاعته هتكون من الـ contouring. الـ contouring فيه كام حاجة كده لازم نعملها وبعدين ننتقل للاكسترنال بيم. تمام، في الكونتورنج طبعا زي اي كونتورنج بيتعمل، الطبيب او الانكولوجيست او راديو انكولوجيست بيرسم الاورجن ات ريسك اللي موجوده في عنده، بيرسم لو عنده مالتي تارجتس فبيرسمهم كلهم. تمام، لكن احنا عندنا هنحتاج نرسم الانكومباس ستراكشر بتاعنا اللي هو الاستراكشر او الفيكسيشن ديفايس بتاعنا، علشان من خلاله نعمل زي ما قلنا اللي شرحنا قبل كده دوره واهميته ايه. فاحنا لازم نعرفه وننزله في قائمه الكونتورنج. اول حاجه هنخش على ستراكشر ونعمل انسرت سبورت ستراكشر فروم موديل، هيطلع لنا تحت ستراكشر ست اسمها انكومبس سبورت سبورت، هنختارها ونضغط اوكي، هتطلع لنا نفس القائمه اوكي، هيطلع لنا الشكل بتاعه زي ما قلنا كده. هو فاكرين لما كنا بندخل الكاوتش على البلان بتاعنا بيطلع لنا نفس الشكل ده كده، رايت مارك باللون الاخضر، فولس مارك باللون الريد، وعندك سهم لونه يلو كروس كده بدانك تحركه يمين وشمال عشان تعمل الماتشنج. فقال لك هنا الانكومبس ستراكشر از اوتوماتيكلي بليسد اون الايند يوزنج ذا 3 ماركر اللي احنا قلنا عليهم، ادي واحدة اتنين تلاتة. تمام، قال لك اليولو كروس والثري جرين سايكل دول بيظهروا في الكورنر الابر ليفت كورنر اف الانكومباس ديفايس از كوريكت الاينمنت، يعني وانس انك انت ما تيجي تحرك السهم ده يمين وشمال وتطلع كده وتعمل الماتشنج والالاينمنت بتاعنا، وانس ده حصل هتظهر لك الثلاث نقط الخضر دول في الابر ليفت كورنر. تمام، خلاص نروح عاملين نختار نضغط على الجرين رايت بتاعنا، وانس انك اخترت هتطلع قائمة اختار يس، خلاص نزل لها كده خلاص اتعمل لها الاينمنت. قال لك وانس الانكومبس ديفايس از اتاتش تو ال 3 دي ايمج بتاعتنا، ال 3 دي ايمج بتاعتنا يو مي نوت ادجاست ات، كده مش هتقدر انك تعدل فيها. You may delete it by selecting structure menu then selecting delete compass device follow the direction. تمام، قال لك يعني انت وانس انك انت عملت الالاينمنت ده مش هتقدر تعمل ادجاست ليه، ولو انت عايز تعمله ديليت عايز تمسحه تمام تروح selecting structure menu then selecting delete in compass device وبعدين follow a direction، تبع ايه الخطوات اللي بعد كده. تمام، طيب ايه اللي بعد كده؟ قال لك احنا عايزين نعمل contour the mask and the head holder الهيد هولدر كاشن with the body structure. احنا عايزين الماسك بتاعنا ده طبعا هو طالما حاله هيد هيكون لها ماسك، فاحنا عايزين الماسك والهيد هولدر بتاعنا اللي هو الهيد بتاعنا ده كله يكون يخشوا في البادي ستراكشر. انت عارفين البادي ستراكشر اللي هو بيكون لونه اخضر ده بيكون بيرسم البادي بتاع البيشنت نفسه، لكن ما بيدخلش الفيكسيشن ديفايس موجود. فهنا في الحاله دي هو عايز يدخل ده بقى الستبس بتاعت الهايبر الارك بتاعنا. قال لك هو عايز بقى يدخل البادي مع الماسك مع الهيد هولدر بتاعنا في البادي ستراكشر. اول حاجه قال لك هتعمل سيلكت للبادي بتاع للبادي وتعمل في السيرش تول،
تمام. هتخش على الرينجر بتاعتنا، هتختار اللي هو الثريشولد الهانس فيلد بتاعتنا ناقص 700 تمام، وتيجي في البوست بروسيسنج هتلاقي كلمة، هتلاقي في هنا كلمة كيب نمبر نمبر اوف تارجت بارتس، دي لو هي معمول عليها صح هتشيل علامة الصح بتاعتها، وطبعا هيكون في كلمة ديسكونكت برضو هتشيلها. وبعدين هتلاقي هنا كلمة فول اول كافيتس وكلوز اوبننج وسموثنج ليفل، دي كلها هتعلم عليها. وهتيجي في الكلوز اوبريتنج دي هتخلي الريدس بتاعتنا 0.2، والسموثنج ليفل بتاعتنا تختار 1، والتارجت استراكشر احنا اخترناه بادي، وهتستخدم التولز بتاعت الفوليوم اوف انترست. لما بتختار المربع الاحمر ده بينزل على الشكل اللي انت عايزه، فتقدر تتحكم فيه انت عايز البروسيس ده او الخطوه اللي انت دي كلها عايزه تطبق على اي جزء في البادي، فهو بيكون انكلودنج اللي انت فاتحه عليه اللي هو السلكت اللي هو الفوليوم اوف انترست. فانت وانس انك انت تحدده وتحدد الجزء اللي انت عايز تطبق عليه الاختيارات دي كلها، هتروح عامل ابلاي، خلاص كده هتلاحظ هنا ان البادي بتاع البيشنت بتاعنا دخل فيه الماسك ودخل فيه الايه الهولدر بتاعنا او بتاع الايه بتاع البيش. في ستيبس تانية هتحصل. الستيبس التانية اول حاجة احنا عايزين نطرح البادي للانكومبس ديفايس بتاعتنا. الكومبس ديفايس بتاعنا بيكون عبارة عن جزئين، الانكومبس كهيد ستراكشر والبيس بليد بتاعته تمام. فانت هتروح على البوليوين اوبريتورز، هتختار اول حاجه البادي تمام، عايز تعمل له سب تراكت هتختار الاوبشن ده، وبعدين تختار الانكومبس زائد الانكومبس بيس تمام، وبعدين التارجت ستراكشر بتاعنا بادي تعمل ابلاي تمام. وبعد كده تخش على البوست بروسيسنج تعمل كلين اب ريموف بارتس سمولر ذان 0.5 سي ام تمام، وتيجي على الاكستراكشن هتشيل نفس التقسيم اللي احنا عاملينه كده تمام. هتيجي في الكيب سيلكت بارتس هتشيل المارك بتاعتها وتحتفظ بالمارك في الكيب ذا تارجت بارت، والموديفاي كونكشن بيفور الاكستراكشن هتعمل ديسكونكت تمام، والبروسيس اوبشنز بتاعتها هتكون في ال 3 دي، وهتعمل ابلاي على البادي. ما ننساش ان احنا الفوليوم اوف انترست هتكون مختارين، نعمل ايه ابلاي، هيطلع لنا بالشكل ده. يعني البادي بتاعنا بقى كله مطروح منه الانكومباس ديفايس ايه بتاعنا. قال لك كونتينو كونتورنج ذا تارجت اورجن ات ريسك تيز ذا بيست تو تشينج ذا زيس ستراكشر تو هاي دينست ايه ستراكشر تمام. يبقى خلاص كده احنا ايه خلصنا مرحلة الكونتورنج بالنسبة للجزء بتاع الانكومبس ديفايس، ان احنا رسمنا البادي والبادي ضفنا دي الماسك والهيد ريست بتاعتنا، وبعد كده طبعا الهيد ريست بتاعتنا اتضاف ليها الانكومبس ديفايس. بعد كده بعد ما نعمل ده هنروح طرحين نطلع الكومبس ديفايس من البادي بتاعنا تمام، من خلال البلوين تولز زي ما شرحتها قبل كده، وبدأ يطلع لنا بالشكل ده كده. ونعمل طبعا بوست بروسيسنج ونختار الاوبشن اللي انا قلنا عليه تمام. وانس احنا خلصنا الكونتورنج ونزلوا في القايمه عندنا، نزلوا هنا اهو انكومباس وانكومباس بيس، خلاص كده احنا هنا نقدر نخش على الاكسترنال بيم. تخش على الاكسترنال بيم هتختار انسيرت، هيطلع لك نيو هايبر بلان، هيطلع لك نفس القايمه اللي بتطلع في الكونفنشال بلان بتاعتنا. هنختار نيو كورس نيكست، هنسمي الكورس بتاعنا هايبر ارك، اختار اوكي. هيطلع لنا البلان ديتيلز، البلان ديتيلز هنكتب فيه الاي دي بتاعنا، وبعدين الدوز اوف فراكشن بتاعتنا النمبر اوف فراكشن. احنا هنا البلان ده هيكون سنجل شوت، يعني دوز بير فراكشن 21 جراي نمبر اوف فراكشن واحد، والتريتمنت برسنتج هنخليها 90%. قال لك هنا ليه بقى؟ قال لك هنا قال لك treatment percentage is taken into account during the plan creation, optimization and the dose calculation. قال لك the treatment percentage enables the user increase the heterogeneity in the target and not increase the volume treated من خلال renormalization. قال لك هنا انك انت لما بتعمل هنا treatment percentage دي 90%، ده معناه انك انت
هتزود هتمكن اليوزر اللي هو احنا الفيزيائي ان هو يزود الهيتروجينيتي في التارجت بتاعنا، ومش هيزود الفوليوم التريتد. بمعنى انتوا عارفين ان من احد خصائص البلان الاس ار اس انك انت الهيتروجينيتي بتاعته تكون عاليه، يعني الهوت سبوت بتاعتك ممكن توصل ل 140 تبقى اكسبت يعني، تمام. فقال لك لما بتعمل الاوبشن ده وتختار مثلا 90% على سبيل المثال، قال لك انت هنا بتزود الهيتروجينيتي بتاعت التارجت بدون ما تزود الفوليوم كله اللي هو التريتد، انت مركز على التارجت فوليوم عكس النورماليزيشن. النورماليزيشن بتعمل ري نورماليزيشن، بتزود الهيتروجينيتي ولكن بتزود كمان الفوليوم التريتد، تمام، الفوليوم اللي انت ايه بتعالجه. if multiple target are being treated enter the highest target dose، يعني بندخل اعلى قيمه للتارجت دوز عندنا. قال لك the treatment percentage defined in front at the dose prescription will be taken into account in the optimization and will seen in the DVH as an external beam planning and planning evaluation، تمام. قال لك هنا هنستخدم 90%، هنكتب هنا 90% ونعمل ايه؟ next. next طبعا احنا فاكرين قبل كده قلنا لما يكون عندنا مالتيبل ليجن او تارجت بنجمعهم كلهم في تارجت واحد ونسميه البي تي في توتالز، وده اللي احنا يعني ده اللي هنبقى ايه، ده الايزو سنتر بتاعنا هينزل عليه. فاحنا اخترنا يعني هو هنا في 5 بي تي في، هو راح كلهم جمعهم في بي تي في واحد، فاحنا سيلكت التارجت فوليوم هنختار البي تي في توتال، تمام، ونعمل نيكست. برضو نفس الحكايه، هتختار التوتال تارجت بتاعنا عشان البرايمري ريفرنس بوينت. لو انت هتعمل نيو ريفرنس بوينت هتضغط عليها وتدخل الداتا بتاعت الريفرنس بوينت بتاعتك، ولو انت عندك اللي هي البرايمري اللي انت مختارها قبل كده هتروح ايه، لو معمول بلان قبل كده فهتكون نازله فهتختار تعمل نيكست. هتختار الماشين بتاعتك، لو انت مثلا هنا في فيرتشوال تروبيم وعندك تروبيم، وانس تختار التروبيم هيطلع لك هنا في الفيزيكال الانرجي مود بتاعتك. فطبعا طالما هتشتغل اس ار اس لازم يكون عندك التريبل اف، عندك هتختار طاقه 6 طبعا 6 تريبل اف، والتوز ريت بتاعك ايه 1400، وتعلم على الاس ار اس ايه تكنيك، تمام، وتعمل نيكست. هيطلع لك القايمه بتاعت الهايبر ارك تراجكتوري، تمام، وبيكون فيها الموديل فيو ايه اوبن، تمام، بيطلع لك في القايمه دي كل البي تي فيات بتاعتك، وبيطلع لك كذا فيتشرز عندنا هنقدر ايه نستخدمها. اول فيتشرز اللي هو الاوتوميتد ديليفري الاوت، فانت وانس انك انت بتختار في السيلكتد بارت ستراكشر، هتختار الاستراكشر بتاعتك اللي انت عايز تعمل عليها البلان، وبالمناسبه بيكون موجود في القايمه دي الفوليوم بتاعها الحجم بتاعها ومكتوب الدوز سيجري. هنا كل البي تي في هتاخد نفس الدوز، في بعض كان في حد بيقول يعني ممكن تغير البريسكريبشن دوز لكل تارجت، تبقى كل تارجت ليه دوز مختلفة عن التاني يعني، بس هنا في البلان بتاعنا هو كله واخد ايه التارجت بتاعه. هتضغط اوتوميتد ديليفري الاوت، هيروح عامل لك الاكسبكتد بيم ارينجمنت للكيس دي، تمام. في الكيس دي احنا عندنا اربع فيلدات، واحد فول ارك حوالين المريض وفي اتنين نانكو بلانر، تمام. بعد كده لو انت عايز تعمل روتيت للموديل فيوز ماوس، يعني تقف كده وتدنك تحرك يمين وشمال وتلف اليمين تلف البيم اي فيو بتاعك كده وتشوف البيم ارينجمنت والكلام ده كله، ففي الاوبشن ده خلاص انت عملت الاكسبكتد بلان بتاعك، عايز بقى تشوفه بقى تعمل دراي اند ران، فهنا في اوبشن تاني اسمه فيرتشوال دراي ران، هتضغط عليه هيطلع لك كل فيلد لوحده. وانس انك تعمل بلاي تضغط على بلاي بوتون للفيلد ده، الفيلد ده بيكون نازل فيه كل الفيتشرز او الانفورميشن بتاعته، السكيل بتاعه، الجانتري انجل بتاعته، الستارت والاند، الكاوتش انجل بتاعتها قد ايه، الكرنت كاوتش انجل، الكرنت جانتري انجل، تمام. هنا بدأ من الاندر كاوتش، فونس من انك انت تضغط على البلاي هيبتدي الجهاز يتحرك وتشوف البلاي. ده الفيلد الاولاني اللي هو الفول ارك اللي حوالين الايه المريض، يبدأ من الستارت فول ارك لغايه ما يبتدي بالاند اللي هو الستارت بتاعه 180.1 يعني من ناحيه الرايت، وينتهي 199.9 لغايه ايه ناحيه الليفت. تيجي الفيلد الثاني هنا في زاويه بانكو بلانر، في زاويه كاوتش، وهنا في ايه الجانتري. طبعا هنا وظيفه الدراي اند ران ده ان هو بيوريك يعني تشوف الحاله قبل ما تبدا. تاني حاجه لو في قلنا لو في
يمكن تتوقع يحصل تصادم بين مثلا بين الكاوتش والجانتري او الجانتري والبيشنت، فدي فرصه انك انت تشوف البلان قبل ما ياخد الاكشوال تريتمنت، فدي نوع من نوع السيفتي يعني، والكواليتي بتاع البلان بتاعك انك انت بتراجعه قبل ما تعمل ليه ايه ابروف. تمام، وادي الفيلد الثالث. تمام، في زاوية كاوتش هنا 315 والجانتري بتاعتك. تمام، نفس حكاية الفيلد الرابع. خلاص، وانس انت كده قلت تمام، هتروح هنا بقى في حاجة اسمها التارجت كواليتي متريكس، تختار هنا في الار تي او جي سي اي يعني كذا اوبشن. قال لك التارجت كواليتي متريك ار كالكوليتد فور اتش تارجت استراكشر اند مي هيلب ان كومبيرنج فيريس تريتمنت بلان فور اس ار اس. يعني هو يعني ممكن هو عامل لايبراري الحالات قبل كده، فهو بعد ما تعمل البلان اوبتمايزيشن كالكوليشن تيجي تعمل بلان ايفالويشن الدي في اتش، بيبتدي بقى يقارن لك تعمل يقدر يعمل لك كومبيرنج من ديفرنت تريتمنت بلان فور ايه الاس ار اس. تمام، خلاص. في جزء هنا انك انت تعمل اوبتمايزيشن كيلومتر روتيشن، يعني كل ارك يكون الروتيشن بتاعت الكيلومتر بتاعتك مختلف عن التاني، مش ميرور ليها، فبالتالي ده اوبشن برضو موجود. في اوبشن في بقى ساعتها ممكن تعمل بقى تو اوبتمايزيشن، يعني تضغط اوكي وتروح مطلع قائمه الاوبتمايزيشن، ممكن تضغط ايه اوكي. وانس انك انت ضغطت اوكي، خلاص كل خلاص كده البلان تعمل له البيشنت تعمل له لينك للبلان ده بالبيم ارينج ده بالزوايا بتاعت الكاوتش والجانتري والكلام ده كله، كلها تنزل على البلان. وانس ما تعمل قلنا خلاص بقى مش هيحصل فيه، مش هتقدر تعمل موديفيكيشن للبلان. خلاص تمام، هنا نزل البلان بتاعنا، نزل نلاحظ هنا نزل نزل هنا سيت اب فيلد، هتلاقي هنا الجانتري بتاعته زيرو. تمام، والويت بتاعه زيرو، هنا نزل اربع اركات، الارك بينزل فيه البيانات بتاعته الويت. تمام، الزاويه بتاعت الكاوتش الستارت والانت والكيلومتر انجل، هتلاحظ هنا كلها مختلفة عن بعض، وهنا الزوايا بتاعت الكاوتش عندك ثلاثة رانكو بلانر ثلاث زوايا، وهنا عمل لك الايزو سنتر بتاعتك اوتوماتيك الاكس والواي ايه والزد بتاعك. تمام، وده برضو ميزة في ان هو بيظبط لك الايزو سنتر بتاعك ايه اوتوماتيك اكوردنج تو المسافات بين الليجن والتارجت بتاعك، فافضل ايزو سنتر بحيث كلهم يكونوا انكلودنج في الفيلد سايز ايه بتاعك. تمام، طيب انت دلوقتي غيرت رايك، عايز تعمل موديفيكيشن بلان قبل ما تخش الاوبتمايزيشن، قال لك في اوبشن انك تخش على البلاننج والهايبر ارك، هتطلع لك قايمه حاجه اسمها موديفاي بلان فيرتشوال دراي ران، يعني ممكن تعمل موديفاي للبلان، ممكن عايز تعمل تشوف الدراي اند ران تاني، عايز تشوف التارجت كفرج، عايز تشوف البيشنت بروتكشن زون وريموف الايه الاوتوميشن. في الموديفاي قال لك في الموديفاي بلان بتعمل ريكالكوليت ايزو سنتر. تمام، هيفتح لك نفس القائمه اللي فاتت وبيطلع لك اوبشن جديد اسمه ريكالكوليت الايزو سنتر بتاعك. تمام، فانت الموديفاي بلان في اوبشن تقدر ايه تظبط منه. في التارجت كفرج نفس اللي كنا بنشوفه في الارك تولز، عندك مقياس كده من اول النان لغايه الفول، الفول ده لون اصفر كده ليموني جميل، فمعنى ذلك انك انت لما تشوف اللون بتاع التارجت بتاعك لونه اصفر كده، معناه ان هو متغطي 100% من الاركات بتاعتك. واللون الازرق اللي هو اللون الفيروزي اللي في الاخر ده اللي هو الازرق مزهر، ده معناه ان التارجت بتاعك مس كفر، يعني في جزء منه مش متغطي. فوانس انك انت لقيت كله اصفر فكده معناه ان هو متغطي، لكن ساعات بتلاقي اللون الاصفر ده كده على الحواف بتاعته كده لون ازرق كده ايه فيروزي كده، معناه ان الرينج بيم بتاعتك مش مغطيه الكفر كله. تمام، فقال لك هنا للاوبن تارجت كفر دايلوج بوكس اليولو انديكيت فول كفرج احنا قلنا عليه، والدارك بلو انديكيت نو كفرج. قال لك التول شو ذات ذا تارجت كفر ستاتوس اللي هي التارجت كفر ستاتوس دي، قال لك البوينت وذ ذا لوست كفر از كفرد باي، مثلا في الحاله دي مثلا قال لك دي معناه ايه الاوبشن ده. قال لك ان البوينت النقطه اللي هي اقل تغطيه بالكفرد بنسبه 93.8% من الكنترول بوينت. الكنترول
كنترول بوينتس دي تعتبر دي ان ايه بتاع الارك بتاعك. يعني ايه الدي ان ايه؟ الكنترول بوينتس دي بيكون فيها كل الانفورميشن الخاصه بالارك بتاعك في البلان بتاعك، معروف فيها السبيد بتاعت الام ال سي، السبان بتاع الام ال سي، الدوز ريت بتاعك، فاريشن بتاعه، الجانتر سبيد، فدي كلها تعتبر الدي ان ايه بتاع الارك بتاعك. فقال لك هنا في الاوبشن ده قال لك بيطلع لك هنا قال لك تول شو ذات ذا تارجت كفر ستيتس ستيتنج ذات ذا بيرسنتج اوف كنترول بوينت، نسبه الكنترول بوينتس ذات كفر اللي هي بتغطي البوينتس وذ الاوت كفر. قال لك نسبه الكنترول بوينتس دي اللي هي بتغطي البوينت اللي هي في التارجت بتاعك بلوت ايه كفر، ذا بوينت وذ الاوت كفرج باي كنترول بوينت يو كان فيو بيفور اوبتمايزيشن تو انشور ان الادوكيت تارجت كفرج، ان التارجت بتاعك متغطي كفايه. قال لك بيكون هيلفول اف ذا فيلدز هاف بين مانوال ايه اديت، قال لك بتكون مهمه جدا يعني في المنطقه لازم دي تكون 100% تمام. فلكن الاوبشن ده مطلعه لك مثلا 93.8%، معنى ذلك ان الكنترول بوينتس بتاعتك الكنترول بوينتس بتاعتك بتغطي البوينتس بتاعتك بلوت ايه كفرج بنسبة كذا في المية تمام. مفهوم النقطة دي خلاص. نيجي بقى في الاوبشن تاني اللي هو شو بيشنت بروتكشن زون. قال لك البيشنت بروتكشن زون از ذا اريا وير، دي الاريا اللي حوالين البيشنت بتاعتنا، هتلاقي فيه كده باربل او موف فيرتشوال بوكس كده اتعمل حوالين المريض من خلال في منطقة الانكامبوس ديفايس بتاعتنا، الفيكسيشن ديفايس بتاعتنا. قال لك البيشنت بروتكشن زون از اريا منطقة where no collision with the treatment unit is expected to occur the hyper treatment. قال لك دي البروتكشن زون بتاعتنا، دي المنطقة اللي حوالين المريض ان احتمالية الكوليجن اللي هتحصل بين في التريتمنت يونت اكسبكتد تو اكور ان هايبر تريتمنت. قال لك الكوليجن بتوين البيشنت الجانتري او بتوين الكاوتش والجانتري. قال لك البروتكشن زون از ديفايند باي يوزنج 95 برسنتيل ميل بيشنت سايز تمام، اند ات از بيست اون ذا فيكسيشن ديفايس يوزد في التريتمنت ايه يونت. هي يعني بتتحدد من خلال الفوليوم بتاع البيشنت الميل البيشنت سايز 95 95، وبتعتمد وبيكون تعتمد على الفيكسيشن ديفايس اللي احنا بنستخدمه في التريتمنت اللي هو الانكامبوس اي جي ار تي اوفرلاي او الانكامبوس كيو يو اي انسيرت تمام. نيجي بقى للريموف اوتوميشن. وانس انك انت اخترت الاوبشن ده خلاص هتلغي البلان بتاع الهايبر ارك ويبقى كونفنشنال ارك. قال لك الهايبر بلان may be converted to regular plan by selecting remove automation the field geometry setup is changed to isocentric the treatment technique is cleared and linked to acoustic device is removed. خلاص يبقى بلان عادي، بلان في مات عادي، ارك عادي، بيم ارينج عادي. فبالتالي كل الفيتشرز اللي كانت متعلقه بالهايبر بلان للبيشن ده هتتلغي وهيتحول لبلان ايه عادي. نروح للاوبتمايزيشن. في بلاننج تروح الاوبتمايزيشن هو الاف 7 تضغط اف 7 هتخش على كلمه الاوبتمايزيشن. قال لك اللي هو الاوبجكت فور تارجتس اند الانتو ار اوتوماتيكلي ادد، قلنا كل حاجه تكون اوتوماتيك. احنا قلنا الفرق بين الاوبتمايزيشن بين البي تي في والاورجن التريسك العاديه اللي هو اللور اوبجكت. اي 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 اورجن معمول لها لور اوبجكت ده بيعتبر الاوبتمايزيشن بيعتبره تارجت. فهنا اوتوماتيك راح منزل كله لور من غير الابر تمام. والان تو او اللي هو النورمال تيشو اوبجكتيف هو اختار هنا اوتوماتيك اللي هو الاوتو اس ار اس، ده اوبشن موجود في الهايبر ارك بلان بس. احنا قبل كده شرحنا النورمال تيشو اوبجكتيف قلنا هم ثلاثه اوبشن اوف ومانوال اوتوماتيك، لكن هنا زود اوبشن تاني اللي خاص بالاس ار اس اللي هو الايه الاوتو الاس ار اس ان تو او ماشي. نفس الفكره قال لك النيو نورمال تيشو اوبجكتيف قال لك الستيريوتاكتيك راديو سيرجري ان تو او is automatically sets for the hyper arc plans. The stereotactic radio surgery normal tissue objective controls the dose fall off and the dose يعني هو بيتحكم في الدوز fall off and the dose bridging between target
قال لك لو يعني بيعمل دوز بريتشنج بتوين تارجت، لان دايما التارجت الموجودين في البرين مثلا ما بيكونوش جنب بعض، بيكون في بينهم مسافات، فوظيفه الاس ار اس ان تي او يعمل بريتشنج دوز بتوين التارجت. قال لك اوتوماتيكلي ريكوجنايز، بيعرف السبيشال ارينجمنت تو ذا تارجتس فور which those breaching is likely to occur and tries to prevent it from occurring at least at those level higher than 17 17% of the prescription. قالك ال SRS-NTO is set on by default في ال hyper plan، هو بينزل automatic ك default. It can't be used at the time at the same time with the target auto crop. لو انت مفعل الاوتو كروب بتاعك target الاوبشن اللي هو موجود في الاوبتمايزيشن ده، هو ده مش هتقدر تستخدمه، فده عشان تستخدمه لازم ما تكونش عامل التارجت اوتو كروب بتاعك. قال لك الديفولت ستراكشر ريزوليوشن with ال SRS-NTO اللي هو ده اللي هو ال 1.25 ملم. تمام، what is the finest structure resolution؟ ده يعني ده ال structure resolution اللي تقدر تستخدمه على ال SRS في ال N2O، ده هنتكلم عليه يعني هو 1.25 ملم. قال لك which is the finest structure resolution available in optimization and in multi dose calculation. If you have two target structure very close to each other, it is advisable to leave at least، يعني معناها انك انت بيكون مهم جدا تسيب at least 1.25 ملم space between the target or contour the target as one structure. يعني انت لو في اتنين target عندك فأقل مسافة بينهم هتسيبها بينهم هي ال 1.25، وإلا ممكن ترسم ال 2 target في كأنه structure واحد مش 2 structure. قالك ال SRS-NTO determines the tolerance of target dose heterogeneity، هو بيحدد المقدار او سماحيه التارجت دوز هيتيروجينيتي as the ratio كنسبه between the dose value of the lower upper object to that the higher lower object. يعني انت لو عندك اتنين lower object فهو بيعمل بيظبط التارجت هيتيروجينيتي كنسبه between the dose value لل lower upper object وال a highest a highest lower a object. طبعا في الغالب هيكون عندك اوبشن اسمه جيو تراكنج، فهتلاقيه في تحت البلان انفورميشن هتعلم عليه. تمام، وقلنا في السيتنج في الريزوليوشن بتاعتنا هتختار الفاين بتاعتنا هتبقى 1.25 ملم. تمام، هتعمل الاوبتمايزيشن بتاعك زي اي بلان اوبتمايزيشن، هتلاقي عندك البروسيس بتاعتك كنت شايفها، عندك الدي في اتش بتاع الاوبتمايزيشن، عندك الدوس كفر تقدر تشوفه. خلاص ضغطت اوبتمايزيشن، خلصت الاوبتمايزيشن واتاكدت من الدوس كفر والدي في اتش بتاعك، تضغط اوكي هيطلع لك القايمه بتاعت الاكسترنال بيم اللي هي العاديه الموجود فيها البيم ارينج بيم بتاعك. تمام، هتضغط اف 5 تعمل كالكوليشن، حسبت الكالكوليشن بتاعتك طلع الدوس ديستريبيوشن والاستاتستيكال دوس بتاعتك، وبيكون فيها الدي ماكس بتاعك للبلان والبي تي في والمينيمم بي تي في دوز والمين. طبعا احنا قلنا الهيتيروجينيتي للاس ار اس بيكون عالي، هنا تقريبا هنا 120.9. هتيجي تعمل بلان ايفالويشن بالطريقه العاديه بالدي في اتش تخش على الدوز ستاتيك، معلش الصورة هنا الريزوليوشن بتاعها ضعيف. فاكرين لما قلنا واحنا بنختار في القايمة بتاعة الهايبر ارك في حاجة اسمها التارجت كواليتي اند فالتارجت كواليتي دي هتظهر في قايمة الدوز ستاتيكس هنا، هتلاقيها موجودة هنا نازلة، الاختيارات اللي انت اخترتها هتلاقيها كلها نازلة هنا. تمام، الغالب هتكون نازلة للبي تي في مش نازل الاورجن ات ريسك، يعني القيم بتاعتها الارقام بتاعتها هتكون ريليتد تو البي تي في، لكن كل ما هو اورجن ات ريسك هتلاقي ان اي ان اي. تمام، طيب هنيجي طبعا الابروف بتاع الهايبر ارك بلان بيكون مختلف شويه عن الكونفنشنال بلان. قال لك during the plan approval several checks and virtual dry run will be executed in the background to determine if all requirements are met to tag the created SRS hyper arc plan as automatically deliverable hyper arc plan. قال لك يعني عشان تعمل بلان، قال لك بيكون في different check وvirtual dry run هيكون معمولين في الباك جراوند عشان نتأكد ان
كل الريكويرمنت المفروض تكون متطلبة للاس ار اس هايبر بلان ارك قال بيكون ايه موجودة. قال لك البلان دليفري ستاتوس از انديكيتد ويز ان ايكون، ايكون اللي هي شكلها دي كده، and tool tab in the transverse image view next to the patient orientation indicators icon also display in 2D image view if the view are maximized. قال لك بيكون في عشان تعمل لو هو البلان تطابق مع requirement ال hyper arc بتاعتنا فهيكون في ايقونة هتظهر. قال لك الايقونة لما يكون الايقونة اللي هي شكلها دي كده، قال لك لما يكون لونها بلو indicate that automated delivery is allowed. خلاص دي ابروف وهي كل requirement بتاعتها، خلاص مفيش أي مشكلة في البلان ده. قال لك لو ظهرت جراي وفي علامة زي علامة الستوب دي، قال لك الجراي ايكون وذ ستوب ايكون وذ ان ات انديكيتد ذات اوتوميتد ديليفري از نوت الاود، لا في مشكلة كده وراجع البلان بتاعك تاني. قال لك جراي ايكون اون اتس او انديكيت ان ان امبورتد هايبر ارك بلان وير ذا فيرتشوال تايرن هاز نوت بين اكسكيوتد، معناه انك انت ما عملتش الدراي فيرتشوال تايرن الدراي ران بتاعك، فانت لازم تعمله عشان تتاكد ان مفيش اكسبكتد كوليشن ممكن يحصل بين البيشنت والماشين او الماشين ايه والماشين. طبعا الايمجنج ريكويرمنت طبعا طالما اس ار اس فانت هتحتاج تعمل اي جي ار تي، فقال لك الايمجنج بتاعتك قال لك الهايبر ارك بلان شود اولويز هاف سيت اب فيلد ويز كي في وكومبنسيتي بلانك عادي. ذا سيت اب فيلد will always be created by default when using hyper arc plan workflow. تمام. لان scheduling attached key view compensity imaging to setup field for every a fraction. على كل every fraction كل fraction بيكون ليه معمول attachment key view compensity imaging. تمام. قال لك في اوبشن ممكن تنزل ام في imaging can be taken between the treatment field only ام في image are allowed open port treatment port double exposure single exposure before and single exposure after and must be created in treatment preparation not the treatment a unit. يعني انت لازم تنزله في ال preparation بتاعة ال treatment مش ايه على الماشين. قال لك ال scheduling بتاع ال fractionated plan with ال QV وال CompMCT on the setup field and the MV image on the treatment field look like the imaging blue. ده بيكون الشكل بتاعه عندك هنا، ده كي في وده ايه كومبنسيتي. طبعا قال لك الفيلدز كان نوت بي ريوردر زي ما قلنا قبل كده انك انت بيكون كله اوتوماتيك فما تقدرش تطلع مثلا الفيلد التاني مكان الاول وهكذا زي البلان العادي، ولكن تقدر تغير في السيت اب ايه الفيلد بتاعك. ذا فيلد اوردر از سيت باي الهايبر ارك بلان كرييشن ويذر تو كرييت بلان ذات كان بي سيفلي ديليفرد وذ بلان اوتوميشن. If you try to reorder the fields, you will get an error message زي دي as display A. شكرا لحضراتكم، أتمنى كده أن أكون لخصت فكرة الـ Hyper Plan Arc والفرق بينه وبين الـ Conventional Plan. تمام، شكرا لحضراتكم.